سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا لبست المحرمة النقاب ثم لبست فوقه غطاء الوجه فهل هذا داخل في التحريم؟ والله يحفظكم ويرحمكم. نعم، عموم الحديث أن المرأة لا تنتقب يشمل ما إذا انتقبت ووضعت عليه الخمار أو لا، فنقول لا تنتقب المحرمة، وإذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها فإنها تغطي وجهها.